الحزب الأول هو حزب جبهة التحرير الوطني، عنده عدد المترشحين 78، نمشي لكم بالعقل، عدد المترشحين 78، في عدد الولايات 50 ولاية. عندنا التجمع الوطني الديمقراطي عنده 74 مترشح في 47 ولاية. عندنا جبهة المستقبل عندها 51 مترشح في 34 ولاية. عندنا حركة مجتمع السلم عندها 37 مترشح في 32 ولاية. عندنا حركة البناء الوطني 27 مترشح في 25 ولاية. عندنا صوت الشعب 16 مترشح في 15 ولاية. عندنا حزب الفجر الجديد 6 مترشحين في 6 ولايات. عندنا تجمع آمل الجزائر 7 مترشحين في 5 ولايات. عندنا حزب الحرية والعدالة 5 مترشحين في 5 ولايات. جبهة القوى الاشتراكية عندنا 6 مترشحين في 5 ولايات. عندنا عهد 54 5 مترشحين في 5 ولايات. عندنا الجبهة الوطنية الجزائرية مترشحين في ولايتين. عندنا حزب الكرامة مترشحين في ولايتين. الاتحاد للتجمع الوطني مترشح في ولاية. الحزب الجزائري الأخضر للتنمية مترشح في ولاية. الوسيط السياسي مترشح في ولاية. جبهة الجزائر الجديدة مترشح في ولاية. جبهة الحكم الراشد مترشح في ولاية. جبهة العدالة والتنمية مترشح في ولاية. جبهة حزب جيل جديد مترشح في ولاية. حركة الانفتاح مترشح في ولاية. حركة الشباب الجزائري مترشح في ولاية. مجموع المترشحين الأحزاب إذن عندنا 325 مترشح، هذا بعنوان الأحزاب. المترشحين الأحرار عندنا 178 مترشح في 46 ولاية. إذن كما تلاحظون عدد الأحزاب عدد الأحزاب التي قدمت أو زكت، ما نقولوش قدمت خطايا تزكية، التي زكت مترشحين هو عددها 22.